صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح المملكة نهاية الأسبوع. في حلقتنا اليوم سنقارن بين طبيعة وظائف اليوم في تكنولوجيا المعلومات وحالها المتوقعة في المستقبل. نخرجكم من منطقة الراحة الخاصة بكم إلى التحدي والمخاطرة وأخذ الفرص، كما سنتعرف على أفضل الممارسات الصحية والتي تسهم في الوقاية من مرض السكري، وسنراجع تطبيقا أردنيا يسهم في تسهيل حياتكم، تطبيق ليناجاز. حالات تأخر النمو لدى الأطفال وأهمية التدخل المبكر للتعامل معها، كما سنأخذكم برحلة لأحياء مدينة النور في باريس وتقارير أخرى متنوعة. وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن التغيرات في سوق العمل قد تؤدي لخسارة 5 ملايين وظيفة مع عام 2020. لكن يتوقع التقرير الذي استطلع آراء مسؤولين تنفيذيين بأكثر من 350 مؤسسة عالمياً أنه سيكون هناك أيضاً طلب أكثر على بعض المهن، ومنها الوظائف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. فبحلول عام 2020 ستظهر مليون وظيفة عالميا في مجالات الكمبيوتر والرياضيات والهندسة، وهو ما يتفق مع التقرير الصادر عن شركة سيسكو للشبكات وشركة IDC لتحليلات السوق، حيث يتوقع ظهور أكثر من 5 ملايين وظيفة في تكنولوجيا المعلومات مع عام 2027. من أبرز هذه الوظائف المتوقعة هندسة الشبكات، هندسة أو تحليل الأمن السيبراني وتصميم وتطوير وهندسة إنترنت الأشياء، هندسة وتطوير البرمجيات. فهل ينطبق هذا الأمر على الأردن أيضاً؟ سيجيبنا عن ذلك الدكتور علاء نشيوات، متخصص قطاع الICT. إذن نرحب بالدكتور علاء نشيوات، أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. صباح الخير. يعني كما ذكرنا هناك تطور تكنولوجي أكيد مواكبينه جميعا، لكن هل الأردن بيخضع لنفس المعايير بالتغيرات اللي رح تطرأ بسبب هذا التطور التكنولوجي؟ وأكيد الأردن جزء من المنظومة العالمية بما يخص تكنولوجيا المعلومات. إحنا بنستخدم التكنولوجيا كمستخدمين، كشركات ومؤسسات بتستخدم التكنولوجيا، وبنفس الوقت في عندنا شركات اللي بتطور التكنولوجيا بتستخدم التكنولوجيا الحديثة. إذا جينا نطلع على الشركات والمؤسسات والمصانع اللي تستخدم هاي التكنولوجيا راح تتأثر بشكل إيجابي بتكنولوجيا وتطورها، بمعنى أنه يمكن هاي الشركة تقدر توصل للناس بشكل أفضل، تقدر تحلل هاي البيانات، تعرف منتجها ومدى قبوله عند الناس واللي بيستخدموه أو اللي بيشتروه. من خلال هاي التكنولوجيا الجديدة ممكن أنها تنزل تكاليفها، تحسن من أدائها، تحسن من جودتها وتوصل للناس بشكل أفضل. هلا بصفي عندك الناس اللي العنصر البشري في هاي المنظومة راح يتأثر، يمكن يتأثر سلبيا، وبالحالة يمكن الآلة تستبدل مكانه. وهو مطلوب منه أو منها إنه يطور من مهاراته، يمكن يضطر يغير من يعني بده يرفع المستوى كمان درجة عن اللي تطور كتكنولوجيا. بالتأكيد. وهذا ما حصل أصلاً بالماضي القريب، إنه كان في عندنا كثير من الجوبس أو الوظائف الموجودة. مثلاً كان في أذكر كان في شخص مثلاً يجي على البيت مشان يحصل بدل المياه ويحصل بدل الكهرباء ويحصل بدل أي شيء ثاني. الآن تم استبداله إنه مثلاً العداد يكون ذكي. تم استبداله إنه أنا كمواطن بقدر من خلال موبايلي إني أنا أدفع فاتورتي. من هيك الشخص المحصل صار مضطر إنه يروح يدور على وظيفة ثانية أو يحسن أداءه ويشتغل بشيء ثاني. بالضبط. يعني إحنا بنتحدث الآن عن مهارات جديدة يجب أن تضاف للعناصر البشرية، لكن هل هناك مؤسسات، خلينا نحكي، أو حتى الجامعات، هل هناك فجوة ما بين يعني القطاع والسوق وما يتطلب السوق بالنهاية بالجامعات والمدارس وغيرها؟ نكون صريحين ونحكي بالحقيقة، نعم هناك فجوة بين مخرجات التعليم وخاصة في قطاع الICT والقطاع الخاص.
الفجوة موجودة بناء لأنه يمكن مهارات الطلبة كثير مستوياتها مختلفة من جامعة إلى جامعة ومن شخص إلى شخص. إحنا بالأردن بنخرج حوالي 5500 خريج بالآي سي تي كل سنة، اللي بيشتغل منهم بشكل مباشر يعني مباشر بشركات الآي سي تي حوالي 600، واللي بيشتغل بشكل غير مباشر حوالي كمان 600. غير مباشر يعني ممكن يشتغل في جامعة، بيشتغل في مستشفى، في بنك، أو أي مؤسسة أو أكاديمية أو أكاديمي. هلا بيظل الباقي قاعد بدور على شغل أو مش أو بتعطل. وين الخلل؟ ليس هناك فرص عمل ولا لا يعني مهاراتهم غير ملائمة لفرص العمل؟ فرص العمل موجودة وشركات كثير بتعاني إنها مش لاقي ناس بكفاءة معينة هلا، ولكن فرص العمل لن تستطيع اني انا احنا نحتوي 5500 خريج كل سنه، فيمكن اكيد الخريجين عددهم كسبلاي اعلى من المطلوب، لكن ما يتوفر الان احنا بحاجه نوفر بشكل اكثر للشركات. الان المنظومه فيها خطا، يمكن لانه الطالب لما بيدخل بسنه اولى لسنه رابعه بالجامعه التكنولوجيا بتتغير، الجامعه لا زالت بتعطي المواد بالطريقه التقليديه، يعني ما في مواكبه بمعنى اخر، في ديسكونكت واضح او في فجوه بين قطاع العمل و الشركات، وهذا اللي قاعدين نعمل عليه احنا كمجلس وطني تم انشاءه جديد، انه نجسر الفجوه هاي اللي نقدر احنا الطالب وهو في مراحل الدراسه يتدرب في الجامعات ويعرف شو اللي مطلوب في سوق العمل، ويقدر ما ينمي مهاراته. ما بنحكي بس على المهارات التقنيه الجديده اللي لازم يتدرب عليها، برضه بنحكي على المهارات الحياتيه، مهارات السوفت سكيلز، بنحكي على المهارات الانجليزيه، اللغه الانجليزيه المطلوبه. شركاتنا كأردن بالآي تي سبيشالي قاعدين تشتغل مع العالم، تشتغل مع الوطن العربي، بتشتغل مع أوروبا، بتشتغل مع أمريكا. هاي اللي بتشتغل فيه بتشتغل على الليتست تكنولوجي، آخر ما تطور له من ناحية تكنولوجي. طيب إذا إحنا كخريجين مش قادرين نواكب هاي التكنولوجيا، فإحنا هناك فجوة إحنا بدنا نشتغل عليها. اللغة الإنجليزية مهمة كثير، لأنه معظم شركاتنا قاعدة لما بتشتغل مع برا بتشتغل بهاي اللغة، بالإضافة إنه أنا كسوفت سكيلز أنا كيف بدي أدخل على سوق العمل مهيأ إني أكون جزء من فريق، مهيأ إني أتواصل مع الناس، مهيأ إني أعمل يمكن بجهد أفضل، وليس فقط إنه أتخرج من الجامعة. طيب يعني بالعودة لموضوع إنه المهارات المكتسبة للوظائف الجديدة اللي بنحكي بمواكبة التكنولوجيا، إذا بدنا نتحدث بصورة فردية، هل ممكن من الشخص نفسه إنه يلجأ لمعاهد معينة، جامعات معينة، يطور مهاراته بحيث أنه يلحق هاي التطورات العالمية، حتى لو مؤسساتنا مش عم بتساعد أنها تواكب بنفس الطريقة؟ يجب عليه أنه يسوي هذا الحكي، هذا يعني مست، يجب وليس انه يفضل. اذا ما سوى هيك راح يضله بدون شغل. هلا كثير من الشباب اللي قاعد بلحق بسوق العمل بيطلع معه افكار وقاعد بتطور الافكار وبصير عند رياده وقاعد بشغل غيره. فكل ما تطور الانسان من حاله قاعد بلاقي شغل، سواء جوا الاردن سواء خارج الاردن، او سواء انه بيسوي بعض المشاريع اللي بيقدر يشغل غيره من خلالها هو وغيره. التطور زي ما حكينا مش بالصعوبه اللي بنحكي فيها، لانه اذا انا باخذ المبادئ في الجامعه بقدر اني التحق اما في دورات او ادرب نفسي على الانترنت. في كثير من الموارد موجوده على الانترنت اللي بيقدر الانسان من خلالها يتدرب، وخاصه بالاي سي تي انت محتاجه بس انترنت وكمبيوتر والاراده مش اكثر. يعني خاصه احنا بنحكي عن بطاله مرتفعه في الاردن، هناك فرص عمل، ما بنقول ما في هناك فرص عمل، ولكن عم ناكد على فكره انه برضه الانسان لازم يشتغل على مهارات جديده حتى يقدر انه يواكب هذا التطور. شكرا لوجودك معنا دكتور علاء انشيوات، وشكرا على كل هاي المعلومات. الله يسعدك، يعطيك الف عافيه. بلغ استهلاك المملكة من اسطوانات الغاز المنزلي في عام 2016 أكثر من 3 ملايين اسطوانة غاز، رقم يشي بالاعتماد الكبير على الغاز في حياتنا اليومية. لكن الحصول على اسطوانة الغاز في جميع الأوقات أمر صعب. اليوم تطبيق لينا غاز يوفر للمستهلك اسطوانة الغاز بلمسة على الهاتف ودون أي عناء، لنكتشف مميزاته في هذا التقرير. يعتمد معظم الأردنيين على الغاز في الطبخ والتدفئة،
وفي كثير من الأحيان يواجهون صعوبة في تبديل الاسطوانات والعثور على الموزعين، خصوصا في ساعات المساء وأيام العطل. تطبيق لينا غاز هو تطبيق لطلب اسطوانات الغاز الديزل والغاز المركزي. الفكرة اجتني من الضوضاء اللي بتطلع من الموسيقى، يعني في ناس كتير بيشكوا من الموسيقى اللي دائما بالشوارع من سيارات الغاز، فحكيت انه لازم يكون في طريقة أضبط وأحدث لتوصيل الغاز، وهيك قررنا نعمل تطبيق لينا غاز. ظهر تطبيق لينا غاز عام 2016 على يد مولاي عبد الله أبو البصل. أما طريقة الطلب عبر التطبيق فتبدأ بإعداد ملفكم الشخصي، ثم تحديد الموقع الذي ترغبون بتوصيل الطلب إليه. بعدها تحددون عدد الاسطوانات المرغوبة ونوع الطلب بخيارين: عادي بدون رسوم إضافية وبوقت توصيل بين ساعتين لأربع ساعات، أو خيار إكسبرس مع رسم دينار وتوصيل سريع خلال ساعة. من ميزات تطبيق لينا غاز إن إحنا بنوصل للساعة 1 الصبح، فعندك أنت أغلب الموزعين بيكونوا مروحين على الساعة 5 أو قبل، فعندنا بالشركة إحنا بنوصل للوحدة الصبح مقابل رسوم بناخدها على التوصيل. حصل تطبيق لينا غاز على تصنيف 3.8 من 481 مستخدماً على متجر بلاي، وتصنيف 3.4 من 51 مستخدماً على متجر أبل. تمحورت التعليقات الإيجابية حول سهولة استخدام التطبيق وجودة الخدمة، وتمحورت التعليقات السلبية حول ارتفاع رسوم التوصيل الليلي وبعض أشكال الخلل التقني في التطبيق. صباح المملكة، نهاية الأسبوع مستمر معكم بعد فاصل قصير. التغيير عن الروتين الذي اعتدناه يوميا قد يكون أمرا شاقا، فعندما يكون الدماغ في منطقة الراحة يكون بعيدا عن التوتر، وبالنسبة لأدمغتنا هذا هو الوضع الأمثل. لكن البقاء بهذه المنطقة قد يكون أمرا سلبيا أيضا، فوفقا لقانون ييركيس دوتسون الشعور بالراحة يقلل من الدافع والجهد للحد الأدنى، ولتحقيق التقدم نحتاج للشعور ببعض الضغط، حيث يسهم اندفاع الضغط الناتج عن الخروج من منطقة الراحة بتحسن وظائف عدة لدينا، مثل التركيز، الإبداع، الدافعية وإدارة المهام. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو ميسرة ومدربة القيادة ياسمين خواجة. نرحب بياسمين خواجة معنا، مدربة المهارات الحياتية. أهلا وسهلا فيك ياسمين. يعني مصطلح أصلا منطقة الراحة مش كتير ناس بيعرفوا، ياريت تحكي لنا أكثر ما هي منطقة الراحة تحديدا. منطقة الراحة إسراء هي المساحة اللي بيكون الشخص متعود على الأشياء فيها، بتكون الأشياء فيها مألوفة، بتتكرر كتير، هي الكومفورت زون. كومفورت زون هي بيسموها في علم النفس حالة نفسية، بس مش بطريقة سلبية، يعني حالة نفسية إنه بس بدهم يعرفوها كأنها حالة نفسية بيكون فيها الأشياء متكررة مألوفة مريحة، ودرجة التوتر فيها بتكون مو عالية أبداً. هلا هي نفسها بتكون المنطقة الآمنة، يعني المنطقة اللي بحس الإنسان فيها بالأمان، فما بياخد أي ريسك، ما بياخد، فبيكون مرتاح فيها. هاي هي فكرة بالضبط. هي مش مساحة مادية ملموسة، بل هي أكتر طريقة تفكير، منطقة في الدماغ، يعني خلينا هي طريقة تفكير. بيكون الواحد هيك بيكون بيتجنب يعمل أشياء معينة عشان يضله موجود في منطقة الراحة. طب ليش بفضل الإنسان يكون بمنطقة الراحة من ناحية المبدأ؟ هلا العقل العغريزي تبع الإنسان بيكون هدفه الحفاظ على الحياة تاعت حياة الإنسان، فهو العقل الغريزي بيفسر ما هو مألوف ومتكرر، بيفسره كأنه أمان، وبنفس الوقت الأشياء اللي فيها تغيير، تجديد، تطوير، بفسرها كأنها خطر، فعشان هيك دائما العقل الغريزي هو اللي بيضله يقولنا لا، خليك محل ما أنت أأمن أحسن. يعني شو أكثر مخاوف الإنسان بتكون في حال طلع من هاي المنطقة؟
في كتير مخاوف عند الإنسان. أكتر إشي بيكون اللي هو بخافوا الأشخاص من الوحدة، بخافوا من انتقادات الآخرين، بخافوا من الأحكام، ويجول الناس بضلهم بمنطقة الارتياح تاعتهم، عشان زي ما حكينا لما العقل يجي يقول بدي، لما أنا أجي مثلا بدي أعمل إشي جديد، بدي أتعلم مهارة جديدة، بصير العقل بده كمان يحافظ على يتجنب أي إشي فيه مجهود أو أي إشي فيه بذل طاقة، فبفضل أنه لا أضلني محل ما أنا بدل ما أعمل إشي جديد أو أغير. تمام، معناته إحنا هلأ عم نحكي عن فكرة طريقة التفكير هي اللي بتتحكم بالإنسان، لكن هل هو واعي بيكون الإنسان لأنه هو بمنطقة الراحة، ما جرب يكون بمنطقة خارج الراحة عشان يقدر شو يعني؟ هون إحنا ربطنا بين موضوع الإنتاجية، التركيز، إنه في كتير من الأشياء بتحفز الإنسان على العمل بصورة أفضل لما يطلع من منطقة الراحة، بس شو العلاقة بين هدول الأمرين؟ هلا في مقولة جميلة جدا لكاتب أمريكي اسمه نيل والش، بيقول إنه الحياة تبدأ عند الخروج من منطقة الراحة، فبرا منطقة الراحة بتصير عملية التطور، عملية التعلم، عملية التغيير، فكتير ضروري الإنسان إنه يطلع برا منطقة الراحة. بنفس الوقت إسراء، الإنسان عنده حاجة اسمها certainty، اللي هي الحاجة للأمان وللمألوف وللمتكرر، وفي حد حاجة عند الإنسان مضادة لإلها الـ uncertainty، اللي هو بده مغامرة، بده متعة. فهدول الحاجتين دائما بيكون عنده فيهم صراع، في بيناتهم صراع، فعشان هيك لما الواحد يبلش بده يعمل إشي جديد دائما في مقاومة، فلازم يضل مصر إنه لا بدي أعمل بدي أعمل، يقتنع لحد ما يقتنع العقل الغريزي إنه الإشي القوة هاي أو التغيير هو إشي إيجابي وما بيهدد الخطر تبعي، ما بيهدد حياتي. شو المؤثر الأكبر؟ يعني خلينا نقول إذا أنا حابة أني أطلع من هاي المنطقة الراحة عشان أختبر كل هاي الأمور، هل أنا اللي بتحكم والعوامل الخارجية هي اللي بتدفعني خارج منطقة الراحة؟ هلا في هيك وفي هيك، بس أهم إشي أنه الواحد يكون عنده الوعي، يعني لازم الإنسان نفسه يكون عنده الوعي أنه أنا مشك بهاي المنطقة بحياتي، عم بكون معلق فيها، ما عم بطلع برا، ما عم بتطور فيها. فونس الواحد صار عنده هذا الوعي بيقدر يكتشف بعدين طب أنا إيش المعتقد اللي عندي اللي عم بيسحبني، زي كأنه مغناطيس، هو إسراء زي كأنه مغناطيس بيقول لي لا خليك جوا خليك جوا. أول إشي الوعي، تاني إشي لما أعرف شو المعتقد اللي عم بيسحبني، كتير مهم إنه يصير الشخص يشكك بهذا المعتقد، طب هل هو حقيقي إنه هذا خوف؟ طب بركي لا مش خوف، خليني أجرب. يبلش يجرب الشخص أشياء صغيرة، يغير أشياء بسيطة بروتينه اليومي عشان يحس يعني بلذة الفكرة، عشان يدرب العقل، يحسس العقل الغريزي بالأمان، بلس إنه يصير إنه يتدرب يغير شوي شوي، يعمل تغييرات صغيرة بسيطة سواء بروتينه اليومي، يتعلم أشياء جديدة صغيرة، لحد ما يصير إنه قادر يواجه الخوف الأكبر اللي هي الأشياء اللي تعتبر مثلاً هي السبب أسباب القوية اللي مخليتني أضلني. طيب مرحلة التعويض، يعني أنا لما بدي أفوت مرحلة التعود والتكيف على شيء معين، كيف ممكن أساعد نفسي أخرج من هاي الحالة اللي بعيش فيها؟ زي ما حكينا بده الشخص أول إشي يكون عنده الوعي، يدرب حاله إنه يعمل أشياء صغيرة. بس كيف الإنسان حتى لو كان عنده وعي رح يكون عنده دافع؟ هل بالضرورة الإنسان الواعي للموضوع يحس إنه الدافع كافي؟ يعني لازم أعرف شو الإشي اللي أنا مفتقديته عشان أقدر أحمس نفسي أخرج من هاي المنطقة. عشان هيك إحنا دائماً بننصح الأشخاص، يعني بننصح أنفسنا طبعاً، إنه دائماً يكون عندنا إسراء زي قائمة بالأشياء اللي أنا حابة أتطور فيها، حابة أتعلمها، حابة أشتغل فيها على نفسي، أطور فيها نفسي بهاي المناطق. لما أنا أكون بحط أهداف وعارفة إيش النقاط اللي أنا بحتاج أتطور فيها مع التغييرات البسيطة اللي بعملها، شوي شوي بيصير الواحد قادر يطلع برا الكومفورت زون تبعته. يعني بتستاهل الموضوع. أكيد. شكرا ياسمين خواجة لوجودك معنا. أهلا أهلا تانكيو. أهلا أهلا.
ليس برج إيفل وحده ما يجذب السائح إلى باريس، فمدينة الأضواء أو مدينة النور هي معشوقة الأدباء والشعراء، مدينة الحب عبر التاريخ تستقبل عشاقها على ضفاف نهر السين. حصلت باريس على المركز الأول في القائمة السنوية لأفضل الوجهات للعام 2014 في دليل لونلي بلانيت، كما استضافت المدينة في 2017 ما يزيد عن 33 مليون سائح. فلنتعرف على سحر باريس في التقرير التالي. مدينة النور التي ألهمت العديد من الشعراء والكتاب، باريس مدينة الحب والثقافة، مدينة لا تقتصر شهرتها على المباني التاريخية، بل قد تكون شهرتها الثقافية والأدبية جاذبة بنفس القدر. تستقطب المدينة عدداً هائلاً من السياح يصلوا لأكثر من 33 مليون سائح سنوياً، ومن أشهر معالمها برج إيفل، أحد أكثر الأماكن السياحية زيارة في باريس، وبني عام 1889 على يد المهندس غوستاف إيفل. متحف اللوفر الذي يضم أشهر الأعمال الفنية في العالم مثل لوحة الموناليزا، والذي يعود بناؤه لعام 1793. قوس النصر بني بأمر من نابليون بونابرت ليكون رمزاً يخلد انتصارات جيوشه، وتم الانتهاء من عمله عام 1836. الشانزليزيه يضم هذا الشارع العريق العديد من المقاهي والمحلات التجارية، ويعتبر مكان إقامة العديد من الفعاليات الرسمية. كاتدرائية نوتردام تحفة معمارية بنيت على الطراز القوطي في القرن الثالث عشر كبديل عن الكنيسة القديمة التي بنيت في القرن السادس. دار الأوبرا أو قصر غارني نسبة للمهندس تشارلز غارني الذي صممها، وتعد دار الأوبرا الأشهر في باريس وقد بنيت في القرن التاسع عشر. تتربع باريس دون منازع في قلوب الأدباء والشعراء، فهي الوجهة لكل من يرغب بعيش تجربة رومانسية، تجربة تلهمكم فيها المدينة بأحيائها وتاريخها. تقدر منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بمرض السكري بأكثر من 420 مليون شخص حول العالم، مرض يعد سبباً رئيسياً للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية. يعد السكري من النوع الثاني الأكثر انتشاراً حول العالم، ولنمط الحياة الذي نعيشه علاقة مباشرة بالإصابة بمرض السكري. فحسب دراسة لهارفارد فإن 90% من السكري من النوع الثاني كما ذكرنا يعزى للعوامل التالية: أولاً الوزن الزائد، عدم ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي غير صحي بالإضافة إلى التدخين، حيث تزيد السمنة احتمالية الإصابة بالسكري من 20 إلى 40 مرة أكثر مقارنة بمن يتمتع بوزن صحي. ووجد تحليل ل 37 دراسة أن من يتناولون الكربوهيدرات سريعة الهضم بكثرة كانوا أكثر عرضة بنسبة 40% للإصابة بالسكري مقارنة بمن يتناولون بنسبة أقل. فهل يساعد التحول نحو نمط حياة صحي في الوقاية من السكري؟ ستجيبنا عن ذلك أخصائية التغذية هناء أبو السعود. نرحب بأخصائية التغذية هناء أبو السعود، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يعني ممكن مرض السكري بالأخص هو الأكثر انتشارا في الأردن حتى، مش بس بالعالم، ويمكن النمط الغذائي كمان بيلعب دور عنا، فرح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع. ولكن ناحية المبدأ، هل ممكن أنه الإنسان يشفى من مرض السكري؟ هلأ مرض السكري من النوع الثاني طبعا الإنسان فيه يشفى منه، وإذا مش شفاء ممكن أنه بنسبة كتير كبيرة أن نخفف قراءات أو نقلل قراءات السكر التراكمي، ونخفف اعتماداتنا على الأدوية أو على حقن الإنسولين. يعني هذه بتكون أضعف الإيمان خلينا نحكي إذا ما كان علاج بشكل تام. يعني فعليا إذا كنت قادرة تتحكمي وتتحمي بتحسي زي كأنه مش موجود، وإذا تركت الأمور فعلا ممكن يدمر الإنسان. بالضبط، طبعا هو من الأمراض المزمنة بهذا العصر، واللي إلها كتير إذا إحنا ما سيطرنا عليه إلها كتير آثار جانبية. العلاجات هلأ هي علاجات تطورت ولا هي على إيش بتعتمد بشكل أساسي؟ هلأ العلاجات هلأ بشكل الأدوية هي يا إنه الأدوية المساعدة اللي بتخفف من السكري بالدم، أو اللي هي حقن الإنسولين.
هلا في عندنا ثورة جديدة اللي هي ثورة العلاج بالخلايا الجذعية، طبعا هي بعدها قيد الدراسة، انه عم بيشتغلوا على مبدأ انه يحقنوا خلايا جذعية مأخوذة من نخاع العظم للمريض نفسه تنحقن بالبنكرياس، فإحنا هيك بنحفز أكثر على إنتاج الأنسولين. هذا طبعا إذا كانت المشكلة عند الشخص انه الأنسولين إفرازه قليل، أما هو بالعادة وهذا أكثر شيء بالسكر النوع الأول، أما السكر النوع الثاني بالعادة بيكون في عندنا أنسولين، لكن بتكون يا كميته قليلة يا الخلايا ما عم تستجيب لهذا الأنسولين. فبيكون طبعا. العلاج الناجع لهذا الموضوع هو الدايت او الهيلثي لايف ستايل، الحميه الغذائيه. تمام، ايش الاغذيه اللي المفروض انه نركز عليها، وايش نمط الغذاء اللي احنا بحياتنا اليوميه ممكن انه يساعد بانتشار سكري او الاصابه بالسكري حتى من ناحيه هلا مريض السكري؟ هلا في اشاعات بتكون انه احنا مريض السكري لازم ما يتناول سكريات، لازم كثير اطعمه يبتعد عنها، هي مش هيك القاعده ابدا. مريض السكري لازم هو يكون عندنا تكرار بالوجبات، يعني يكون في عندنا فطور، وجبه خفيفه، غدا، وجبه خفيفه، ما يكون مبداه انه انا وجبه واحده كبيره في اليوم او بصحى الصبح ما بفطر وبضلني على وجبه كبيره على الغدا. لازم يوزع الوجبات، بيقدر يتناول كل شيء لكن بكميات معتدله. بننصح كثير انهم يركزوا يبتعدوا عن السكر الابيض اللي هو الخبز الابيض، الرز الابيض، يعني حتى كل الناس اللي عنده سكري واللي ما عنده سكري بالزبط. يعني اصبح مثبت انه السكر الابيض فعلا ممكن يكون مضر للانسان، ولكن من ناحية المبدأ هل نمط الحياة الغذائية اللي احنا بنعيشه بيساهم انه يصير في إصابة بالسكري؟ رح اسمع منك هاي الإجابة لكن بعد فاصل قصير، نتوقف بعدها من بعده ونكمل صباح المملكة نهاية الأسبوع. نعود إذن للحديث عن موضوع السكري بالذات النوع الثاني. كنا بنحكي عن النمط الغذائي، يعني خلينا نحكي الأردن بشكل أساسي، هل النمط الغذائي هو فعلا بيساعد أنه يمرض الإنسان بالسكري؟ أكيد هو أهم عامل أنه الإنسان يمرض بالسكري. في عنا قلة نشاط بدني، في عنا زيادة بالوزن، بالذات في عنا زيادة بمحيط الخصر، يعني إحنا نحكي النساء اللي عندهم محيط الخصر أكثر من 88 سنتي، والرجال إذا كان محيط الخصر أكثر من 102 سنتي، وهذا الإشي رافقه قلة في الحركة ووجبة واحدة كبيرة في اليوم ونوع الجنك فود والأكل المصنع والأكل الغني بالسكريات البسيطة، هذا كله أكيد عامل خطر للإصابة بالسكري. أكيد الاسترس العالي، عدم الحصول على قسط كافي من النوم، هاي كلها أشياء وعوامل بتساعد على أنه يصير في عنا استرس عالي جوا الجسم ولخبطة في الهرمونات. منلاحظ كمان انه صار في على عمر صغير، يعني عم بكثير في ناس عم بيصابوا بالسكري بعمر صغير، حتى الاطفال احيانا بيولدوا معهم سكري. شو الشبه او الاختلاف بهاي الحالات؟ هلا السكري النوع الاول اللي هو سكر الاطفال، هذا مرض مناعي انه البنكرياس ببطل يفرز انسولين، فهون بيكونوا معتمدين اعتماد كلي على فبيختلف عن النوع الثاني للسكري. اكيد النوع الثاني هو احنا مقاومه للانسولين، هو ببلش عندنا، يعني انت مش بيوم وليله الكبير بيصير عنده سكري. لو قبل 10 سنين كان عم بيعمل تحاليل سكر بتلاقي عنده سكر الصائم مرتفع، يعني أكثر من 120، بتلاقي عنده التراكمي كمان على الحد الأعلى. إذا ترك هذا الموضوع وما غير من اللايف ستايل، نظام حياته ونشاطه البدني، بترجم هذا الشيء بالنهايه لمرض سكري. يعني ممكن الإنسان يكون عنده قابلية إنه يصير عنده سكري لكن ممكن يمنع وصول السكري لعنده. عشان هيك احنا دائما بنشجع الناس انهم دائما يعملوا تحاليل بشكل دوري، لو كل 6 شهور، لو كل سنه، اي رقم بتلاقوه على الحد الاعلى، يعني مو شرط يكون عندي الرقم وصل لمرض، لو بلش عندنا من 100 ل 120 السكر الصائم، نعرف انه احنا هون لازم ندير بالنا، واذا ما درنا بالنا وغيرنا من نظامنا راح يترجم هذا الشيء لمرض سكري. طيب اذا حبينا نعكس هذا الموضوع على الاغذيه، شو الممنوع وشو اللي ممكن؟ هلا احنا ما بنحب نقول لمريض السكري ممنوع، بنقول له احنا بنقدر نتناول كل شيء بكميات بسيطه. اجي على حتى بالك حتى لو كانت سكر حلويات، حتى لو كانت لكن بكميه كثير معتدله، كميه كثير بسيطه وما بنتناولها على الريق. دائما بنقول حابب تاكل حلويات او حتى فواكه، خليها تكون بعد الوجبه الرئيسيه، لانها الوجبه يعني فيها بيكون خضار، فيها بروتين، بتغلف هذا السكر، ما بتخليه يدخل على الدم وفجاه يرفع الانسولين ويرفع السكري. فاحنا دائما بنقول خلينا ناخذ الحبوب الكامله، ناخذ الخبز، الاسمار، الشوفان، نتناول خضار بكل وجبه، بروتين بكل وجبه، كثير ضروري الخضار والبروتين. طيب بصوره سريعه بدي كمان اخوف الناس اللي ما بيعملوا هاي الحميه واللي ممكن انهم يصابوا بالسكري او معهم سكري. شو ممكن يأثر عليهم السكري سلبا؟ هلا السكري اذا احنا خليناه uncontrolled، ما سيطرنا على عليه، بيعمل مشاكل بعدسه العين، بيعمل مشاكل بالاعصاب، ممكن توصل لغرغرينا وقطع بالبتر للاطراف، بتاثر على الكلى،
كثير مشاكل، يعني مريض السكري لازم دائما يحافظ على صحة أطرافه وعلى نظافتها، الدورة الدموية عنده، يدير باله يشرب مي منيح على أكله، لازم يضله يقيس السكر عنده، لأنه أكيد ارتفاع السكر بيعمل عندنا كثير مشاكل صحية خطيرة. بدي أشكر وجودك معنا اليوم أخصائية التغذية هناء أبو السعود، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. فيك صباح النور، تسلمي. بفروع متعددة تصل إلى 20 فرعا على مستوى المملكة، يقدم مركزها الثقافي خدماته المتعددة للأطفال، فمن الدورات المختلفة في الحاسوب أو التصوير إلى الفعاليات الأخرى والتي يحتضنها المركز مثل المهرجانات والمسرحيات. يشكل مركز زها الثقافي حاضنة ومتنفسا مميزا لأي نشاط عائلي ترغبون بالقيام به، فلنتعرف على ما يقدمه مركز زها الثقافي في التقرير التالي. مركز زها الثقافي هو مركز متخصص تقديم خدمات متكاملة للأطفال من عمر 3 إلى 16 سنة. بينفذ مركز زها 85 برنامج تدريبي للأطفال في كافة المجالات، مجالات الرياضية، الحرفية، الإبداعية، دورات مهارات الكمبيوتر وتطوير مهارات الأطفال في هذا المجال، برامج متخصصة بالروبوت الآلي والإلكترونيات والرسم واللغات والتصوير الفوتوغرافي. سيدات المجتمع ممكن يستفيدوا من دورات متخصصة في مجال الكمبيوتر، كمان سيدات المجتمع ممكن يستفيدوا من دورات متخصصة في مجال الحرف اليدوية ويتعلموا حرفة ممكن يشتغلوها في البيت ويعملوا لها تسويق ويستفيدوا منها كدخل لهم. بيقدم المركز مجموعة كبيرة من الفعاليات العائلية اللي ممكن الأهل والأطفال ممكن يجوا يحضروها، في عنا مجموعة كبيرة من المهرجانات والاحتفالات مستمرة على مدار السنة، مهرجان يوم الطفولة، مهرجان يوم المدينة، كمان الأم والطفل ممكن يجوا يحضروا فعاليات أو دورات أو ورش عمل تشاركية كيف ممكن الأم والأطفال يتعاملوا مع بعض. مع بداية عام 2019 احنا صرنا 20 فرع منتشرين في كل محافظات المملكة، في منهم 7 في العاصمة عمان والباقي في المحافظات. بيستفيد من مركز زها سنويا ما يقارب 1.5 مليون مستفيد من الأطفال من الشباب. طبعا احنا المركز الوحيد والمتخصص بتقديم هاي الخدمات بصورة مجانية، وقدرنا نوصل لمستوى خدمة عالي جدا مقارنة بالقطاع الخاص اللي بيقدم الخدمات بشكل مدفوع للأطفال. لا يطور الأطفال المهارات وفقاً لجدول زمني صارم، فعلى سبيل المثال يبدأ بعضهم المشي بعمر 9 أشهر في حين يتأخر الآخرون حتى 15 شهراً، لكن بعض الأطفال يواجهون ما يسمى بتأخر النمو، وهو يشتمل على مشاكل في إما اللغة أو الكلام، الحركة أو حتى المهارات الحركية والمهارات الاجتماعية وأيضاً العاطفية، بالإضافة إلى التفكير والمهارات المعرفية. للتعامل مع هذه الصعوبات ظهرت برامج التدخل المبكر، وهي تشتمل تقديم خدمات طبية واجتماعية والتربوية للأطفال، خصوصاً ممن يعانون من حاجة خاصة أو تأخر نمائي. من أشكال التدخل المبكر العلاج الوظيفي لتحسين المهارات الحركية الدقيقة واللعب، بالإضافة إلى مهارات المساعدة الذاتية مثل ارتداء الملابس. العلاج الطبيعي لتحسين المهارات الحركية كالتوازن والجلوس والمشي. علاج النطق للمساعدة بمهارات الكلام واللغة. فما هي فوائد التدخل المبكر للأطفال؟ ستجيبنا عن ذلك أخصائية علاج النطق واللغة أسماء قرقش.
إذا نرحب بالأخصائية أسماء قرقش، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. يعني بداية أسماء، كيف ممكن يعرفوا الأهل إذا كان فعلا أطفالهم بيعانوا من صعوبات تأخير في النمو؟ أوكي، في عنا نقاط مختلفة ممكن تكون واضحة عند الولادة. ممكن في أهل بنولد لهم أطفال مبين عليهم إعاقات جسمية أو مشاكل جينية عندهم أو إعاقات حركية، هاي بتكون واضحة. وفي عنا أطفال ما بيكون مبين عليهم، بس يعني الأهل بيكون عندهم نقاط معينة هلأ بنحكي عنها، إذا لاحظوها بيكون في الطفل بيكون بده تدخل. يعني هل ممكن تدارك بعض المشاكل إذا لقوها بهاي المرحلة المبكرة؟ أكيد أكيد طبعاً. وإذا كانت مراحل لاحقة، هل بيقلق الموضوع ولا ممكن هلا بيكون التحسن تبع الطفل اقل؟ اذا يعني تدخلنا مثلا على 5 سنين او 6 سنين وتركنا اول فتره من حياته اللي هي المهمه بدون تدخل، فهذه التطور رح يكون اقل من الطبيعي بكثير. فالافضل انه نتدخل في اول مراحل الحياه. اذا دخلنا باول مرحله، كيف بيكون شكل هذا التدخل؟ هلا كل طفل حسب حالته، يعني في اطفال بحاجه لتدخل نطق، في أطفال بحاجة للتدخل السماعي البصري الحركي الوظيفي، يعني ما في عنا نظام محدد بيمشي على الكل حسب الطفل وشو المشكلة اللي عنده. تمام. هلا عادة بيكون هذا يعني الخلل، أو خلينا نحكي الإشي عضوي ولا بيكون نفسي ولا بيكون جيني؟ يعني شو السبب الرئيسي بأنه يصير هذا التأخر خلينا نحكي بالنمو؟ أوكي، هلا برضه زي ما حكينا في عنا أطفال بنولدوا أساسا عندهم إعاقة بتكون يا اما مثلا متلازمه، في اكثر من نوع، منها المشهور عندنا متلازمه داون مثلا. هلا مثل هاي الحاله عندنا بمركزنا بنقدر نتدخل مبكرا. كيف؟ من اول ما ينولد الطفل بيكونوا عارفين اهله، فبيجيبوه بصير في عندنا علاج لعضلات النطق، عضلات الجسم، ونبلش في علاج نطق من هو صغير. مبكرا يعني قد ايه؟ اي عمر؟ منذ الولاده مثلا متلازمه داون بنبلش معهم منذ الولاده. تمام. لحتى عمر 3 سنوات، هذا اسمه تدخل مبكر، طبعا يمتد ل5 سنوات. تمام. شكل اللي بيكون علاج فيزيائي مثلا احيانا عضلات، ولا بيكون في تمارين ممكن تساعد الطفل فعلا انه يجتاز هاي المرحله؟ اوكي، هلا هو نظام التدخل المبكر هو نظام مشترك بين اكثر من تخصص. فعندنا مثلا بالمركز في اخصائيين نطق، في أخصائيين سمع، في علاج طبيعي، في علاج وظيفي، كمان في تعديل سلوك. تمام. معناته هدول الأشياء اللي حكيتيها بدها ناس متخصصة طبعاً. بدها مدارس، بدها مراكز. أكيد. هل فعلا في بالأردن مراكز متخصصة بهذا الموضوع وأخصائيين قادرين يتعاملوا مع هاي الحالات؟ هلا في موجود طبعا، في ناس يعني بنقدر نحكي مؤهلين 100%، في ناس عم بفتحوا هيك يعني. ايش هيك يعني؟ في ناس لانه هذا الموضوع حساس يعني، مش بسهوله انه يكون في حدا مين مكان يقدر يتعامل طبعاً مع الاطفال. اكيد في ناس متخصصين، واكيد بدأ يعني كيف ممكن انه يتاكدوا الاهل انه هدول الناس قادرين يتعاملوا مع هاي الحالات؟ هلا في اسماء معروفه يعني موجوده في البلد، وفي دكاتره عندنا متخصصين في هذا الموضوع. يعني اللي بيسال عنهم اكيد رح يعرف يوصلهم. وفي مراكز كثير معروفه وفيها جميع التخصصات اللي حكيت لك عنهم هلا، يعني مش واحد. مثلا مش بتروحي على المركز بس بعالج النطق، طب ما هو الولد بيكون عنده مشاكل سلوكيه، مشاكل عضليه حركيه ادراكيه مرات بتكون عنده. حكينا عن مشاكل ايضا عاطفيه ممكن تكون بالتعبير. كيف بيكون شكل هذا الموضوع وكيف بيكون تاخر نمو اذا كان عاطفي او اذا كان اجتماعي؟ هو مش بنقدر نحكي عاطفي 100%، بتقدري تحكي سلوكي هو اكثر شيء. يعني شو شكل السلوك اذا عشان نقدر نستوعب الفكره؟ بيكون الطفل مثلا عنده مشاكل، ما عنده تواصل مع الكبار او الاطفال، ما بيرد عليهم مثلا. هو نوع من انواع التوحد ممكن يكون ولا ما لها علاقه؟ هلا شوفي، التوحد يعني موضوع كبير ويعني متشعب جدا وله ناس مختصه فيه. بس التوحد من الأعراض تبعته، يعني في له أعراض، بيكون عدم تواصل بصري، ممكن عصبية زائدة، في كتير له أعراض، فإحنا بنحاول نخفف هاي الأعراض قد ما بنقدر. تمام. يعني التأخر بالنمو هو موضوع
شوي مختلف عن فكرة التوحد أو الأمراض الأخرى. الأطفال اللي ما عندهم توحد شو المشكلة عندهم؟ ببطلوا قادرين يتواصلوا مع البيئة اللي حواليهم، فببطلوا قادرين يتعلموا، عشان هيك بصير عندهم تأخر. تمام، يعني هي نتيجة بالنهاية. بالضبط. طيب عملية العلاج لأي مدى في تقدم بيكون على عملية العلاج بالنسبة للأطفال؟ هلأ كل ما دخلتنا مبكر كل ما كان الإنجاز اللي رح نحققه بيكون أكبر. يعني إيش أكبر إنجاز ممكن إنه يوصل يصير إنسان طبيعي إلى حد؟ مثلاً أنا بدي أحكي لك أمثلة عشان يعني تكون واضحة أكثر. مثلاً أطفال المتلازمة داون إذا بلشنا معهم من الولادة مثلاً، هلأ بيكون عمرها 4 سنين، بتتواصل بالنطق باللغة، بيكون عضلات وجهها كمان طبيعية، بترجع لورا، يعني بدل ما يكون عندهم ارتخاء في عضلاتهم. وفي كتير حالات مثلا بتصير بالنورمال رينج، بالوضع الطبيعي زي الأطفال إذا كان عندهم أصلا بس تأخر لغوي أو إدراكي، هذا بتقدر يتخليه موازي للطبيعي. يعني مش كل الأطفال بيكونوا، حتى يعني اللي بيعانوا من متلازمة داون بيكونوا بنفس المستوى من التأخر. لا أحيانا لا أكيد، يعني ممكن هلأ تشوفي بنت عمرها 5 سنين ما أخذي تدخل مبكر من هي صغيرة، وولد عمره 15 سنة ما عمره راح على ثيرابي قبل هيك. فبتحسي قدي أنه الفرق بينهم، يعني البنت ال5 سنين ممكن تعرف أكثر منه بكثير. صح. بصورة سريعة، الأهل قدي لهم دور بأنهم يساعدوا الطفل أنه يجتاز هاي المرحلة؟ طبعا هاي أهم نقطة، أنه الأهل يكونوا واعيين بهاي الشغلة. لما يعرفوا أنه الولد عنده مشكلة لازم يراجعوا الناس المختصين. أول إشي هم بصير عندهم وعي أكثر لمشكلة ابنهم. طبعا. وبصير عندهم النقاط الرئيسية كيف أنا أتعامل مع طفلي عشان أساعده يتخطى هاي المشكلة، أو نساعده نبني صح مش نخرب. تمام، أنا بدي أشكر وجودك معنا أسماء قرقش، وشكرا على كل هاي المعلومات اللي قدمتيها. أهلا وسهلا فيك. تحمل كل تجربة جديدة الخوف لدى صاحبها من الفشل، لكن يبقى الأهم هو القدرة على النهوض بعد كل عثرة. عبرة يمكن استخلاصها من قصة آلاء سليمان الملهمة ونجاحها في تأسيس أول شركة للكتاب المسموع في الأردن. فمن حبها للكتب الصوتية استطاعت آلاء تطوير نموذج عمل مميز خاص بها. فلنتعرف على قصتها في هذا التقرير. مسموع شركة بتختص في إنتاج ونشر الكتب العربية الصوتية. بلشت الفكرة بإني أنا وأخوي اللي هو شريكي في مسموع كنا بنستمع للكتب الصوتية باللغة الإنجليزية، وكنا نبحث على أنه يكون موجود باللغة العربية لأنه إحنا بنحب نسمع بلغتنا. عدنا نفكر أنه ليه ما في، ليه ما يعملوا؟ بعدين حكينا مين هم اللي يعملوا؟ إحنا عرب وبنقدر، ليش ما إحنا اللي نعمل؟ الهدف الأساسي هو توفير الطريقة جديدة للناس إنها تحصل على المعرفة اللي موجودة بالكتب، بالإضافة لكون الكتب الصوتية هي حاجة للناس اللي عندها مشكلة في البصر أو اللي ما بتقدر تقرأ. عندنا 100 كتاب و350 قصة أطفال، بالإضافة لتقديمنا خدمات الإنتاج للكتب الصوتية وقصص الأطفال للكثير من المؤسسات والشركات التعليمية في الأردن وفي خارج الأردن. الأهم الكتب اللي موجودة عندنا كتب التنمية البشرية والإدارة، الكتب الإسلامية، الكتب التراثية والأدبية، وفئة الأطفال في عنا محتوى ديني، في عنا محتوى ترفيهي، تعليمي، معلوماتي، في عنا كتب مؤلفة من فريق مسموع بس الأغلبية هي من دور نشر، الكتب اللي أوريدي موجودة ومطبوعة.
في عنا في مسموع الكتب مجانية وفي كتب بتباع بيع، ولكن أسعارها يعني في متناول اليد. عشان يقدر الواحد يحصل على الكتب الصوتية من مسموع، تطبيق تبعنا في الصيانة إن شاء الله قريباً رح يرجع أكتف، بالإضافة للموقع تبعنا مسموع.com، وفي الأجهزة الخاصة MP3 Preloaded MP3 Player، هدول بقدر يحصلوا عليها الناس مباشرة من خلالنا أو من خلال مواقع بيع الكتب مثل جمالون. برضو كتبنا موجودة على موقع أودبل، فممكن الواحد ينزل تطبيق Audible.com وينزل كتبنا الصوتية. حالياً أكثر الكتب اللي عم تنطلب هي قصص الأطفال الصوتية. كثير الحمد لله إجانا رسائل شكر من الأهالي وحتى من الأطفال أنفسهم، إنه إحنا ما كنا نحب العربي لكن بعد ما سمع صرنا نحبه، صرنا نحب نسمع. إذن مشاهدينا، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من صباح المملكة نهاية الأسبوع. ملتقانا يتجدد الأسبوع القادم. أترككم في أمان الله.